التعليم تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب أولى وثانية ثانوي 2021 إلى 2020. أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 إلى 2020. وجاءت الضوابط كالتالي: تعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة، على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة وليس باب الشت، ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي. وجاءت الضوابط كالتالي: الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول يعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقده في نهاية شهر أبريل بواقع 15 سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب. الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة تعتبر نتيجة هذه المادة اجتياز، بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول. في حال ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية ضعيف في مادة أو أكثر يكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني. امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها، وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملا، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.